أيضا سمعت أن شيخ أنك درست 5 سنوات عدد قليل من الطلاب. لا هذا هنا بعدما أتيت إلى هنا صرت أدرس في المساجد، ومن ضمن المساجد التي درست فيها مسجد الراجعي، جامع الراجعي، ودرست فيه عدة سنوات. ولكن من ضمن التدريس تدريس التفسير، يعني تفسير الجلالين، فلست فيه 5 سنوات، والحضور عندي طالبان فقط، لأن الطلاب عادتهم إذا رأوا الكتاب طويل ما يرغبون فيه، يريدون كتاب ينهونه، هذه عادة عندهم، أن عادة ليست محمودة، لأن الطالب يجب عليه أنه يعرف الطريقة والمنهج، ما يلزم أنه يأخذ الكتاب كاملا، إذا عرف الطريقة والمنهج كفاه، ولو يقرأ بنفسه يستفيد. هذه من ضمن العجائب. ولهذا سئمت من هذا 5 سنوات من الحضور طالبان، فقطعت الدرس هذا من أجل ذلك. والله المستعان.